أخبار اليوم. بس أنا وأبويا وعيلتي وأهلي وتربيتي وتربية بنتي مع الأسف التجربة دي. يعني أنا كنت فاكر إن الشعب المصري في حاجات لازم تتغير. لا، ده في حاجات كتير قوي لازم تتغير مع الأسف، وكل واحد في موقعه. يعني اللي حصل من أول ما الحكاية دي ما حصلت لغاية دلوقتي شيء لا يصدقه. وعادي المفروض يعني إن ما تحصلش أي خناقة بين طفلة وواحدة عندها 35 سنة يعني أو 40 سنة والتانية عندها 17 سنة. فيعني الموقف كله غريب جدا يعني، والتعنت غريب، ولكن هو برضه في الأول وفي الآخر ستات مع بعض، ولو الواحد يتدخل جامد مش هتبقى لطيفة بالنسبة له. ففضلنا شمال وفضلنا يمين ومستحملين لغاية ما قال لك طب خلاص بقى نخلص من الموضوع ده بأي طريقة وبس. يعني مش عايز اخش بقى في تفاصيل. حضرتك رايح مرسى مطروح عشان بكره المحكمه فيها تصالح ان شاء الله؟ بكره الصبح